الله الله، يعني هذا وباء كورونا، يعني عذبنا، فقدنا فيه أجمل أصدقاء، فقدنا فيه أجمل أصوات العربية. أنا كتعرف دائما كنت كنسمي محمود إدريسي صوت البوينغ، صوت بوينغ 747. 8 أيام أنا معاه كنهضرو كنضحكو كنتفلاو، درنا معاه برنامج مع ساعتيق بن شقر. نهار 8 أصيب بمرض، بهذا المرض اللي هو أكثر من المرض الخبيث، هاد الفيروس ديال كورونا، ورحمه الله وماتوا الناس بزاف. يعني أنا هذا بالنسبة أنا كان عزيت راسي فقدان محمود إدريسي، والعالم العربي فقد صوت من الأصوات اللي ما كيناش، والله ما كاين صوت محمود غير موجود على الساحة العربية. رجاء بغيت تعطيني أغنية الحنة هذه 15 عام مغربية، نقطع عيدي إلا عطيتيني عنوان. نقطع عيدي ما كاينش. إذا أنا دائما كانت الشيء كنقول لهم شوف الأغنية المغربية هي تعيش يعني في الإنعاش كوما، ماتت. يعني الناس ما بقاوش كيسمعوا بودنيهم ولا باغيين يسمعوا، ولكن ترغم عليهم كيسمعوا بالبطن ديالهم، خصهم يشطحوا. إذا ما بقاش الأغنية الفنية ديال الأساتذة ديالنا. إذا أظن راك متفقين معايا. كيقولوا على أن أنتم رواد الفن وانتم اش يمكن له تنقدوا، وانا كنقول من هذا المنبر لو كان الخوخ يداوي يكون هو راسو. انا براسي مسدود عليا في التلفزيون ما دزتش سنوات، كيفاش بغيت نداوي هذه الاغنيه وانا براسي وانا عليا حصار؟ ولو دابا باغي الفنانين ديال الفابور ما بقاوش باغيين، دابا عنده برنامج كيتخلصوا ادا عن دوك البرامج، عنده برامج كياخذوا ملايين، وملي كيجي فنان يستدعيك يقول له غادي تساعدنا وتعاوننا، كنقول لهم يا اخي قول لي واش كتخلصوا؟ ايه وخلصونا تاعنا. ولهذا هذه من الاشياء اللي قتلت الاغنيه المغربيه والفن والثقافه. يبحثون على اللي كيعطي البضاعه ديالو فابور، البضاعه ديال فابور كتكون غير قابله للاستهلاك. هما من يتحمل مسؤوليتهم براسنا مزيان. الحمد لله اللي عندنا عندي متنفس، كنخرج برا، عملت 47 دوله وكاين الدوله اللي مشيت 83 مره. اذا بالنسبه لهنايا يوم على يوم كنقول غادي صافي نقطع الفن، لان انا بصراحه اوني با اونتر دو فول مان. وهاد القنوات كلها كطالب الناس اللي غادي يدوز يدوز فابور، يعني خدمه تعس للناس. هو كياخذ هما ياخذوا الفلوس كيقول لك استي الحاج عندك على نص ساعه، ولكن كينساو ديك نص ساعه راه فيها على الاقل خمس ثمانيه ساعات، امتى كتفيق وامتى كتنعس وتمشي تصاد هذا وتغسل باش تبان في منظر راقي امام الجمهور، وباش تمسك كذا عاود سير عاود في الاخر هو كياخذ فلوس كيجمع الحصيصه اوكي شكرا كنت رائع. اذا انا هذوك الناس ملي كيديروا معاك كنديروا معاهم بلهجه يعني غير طبيعيه. كلمه اخيره وهي دائما كنشكر يعني الصحف اللي كيكونوا في اللي كتعطينا اللي كتوصل الرسائل ديالنا للجمهور. لولا الصحافه ما يكونش الفنان. اذا الدور ديال الصحافه في الفنان يعني راه بحال الماء للفنان، هو الماء باش كيتنعش، والصحافه هي من كتنزل تهبط الفنان تقتلو، وهي من تطلعو كترجعو نجم. ولا لا حرمنا منكم.